قلنا تاريخ اليوم تاريخ مميز لمحاربة نفس أمارة بالسوء. قدر المستطاع نحاول نحسن لجميع الناس، نتذكر أن أكبر مشروع، أعظم مشروع، أحلى مشروع، أكبر فرحة وأكبر فرحة، أكبر نجاح، أكبر نصر، أكبر نعمة، أكبر استثمار، أن نحصل على حب الله ورضاه. هذا أكبر شيء ممكن نوصل له، أحلى شيء ممكن نوصل له، أحلى حب، أحلى فرحة، أحلى نصر. لما واحد يقول لك إيش حلمك؟ والله حلمي أسير هيك. أنا حلمي أنه أحصل حب الله ورضاه، وكل واحد كمان حلمه أنه يحصل حب الله ورضاه. أكبر حلم، أكبر نجاح، أكبر مشروع، أكبر استثمار، أعظم، أبهى، أعلى، أجمل، أول، آخر أولوية، آخر هدف، آخر غاية، أنه إحنا نحصل لحب الله ورضاه في هاي الدنيا هاي. كيف؟ نحاول نضبط النية، إنما الأعمال بالنيات لكل امرئ ما نوى. تاريخ اليوم مميز جدا، 22/6/2024. الأيام عم تمشي، السنين عم تمشي، بطلنا نعرف شو السنين شو الأيام، بس نعرف إنه في هالدنيا هاي يوم واحد نستغفر ربنا، يوم واحد نضبط نيتنا، خلص كل شيء. عشان هيك هو اليوم أحلى يوم عندي بحياتي، لأنه إلى اليوم أنا عايش، وصلت إلى 22 في هالدنيا الفانية، فيها أغير من نواياي، فيها أغير من نياتي، من أهدافي. إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات لكل امرئ ما نوى. أنا هلأ بعلن إنه أنا هلأ بدي أوقف كل شيء مش كويس قدر المستطاع، أو أخفف الغيبة والظلم والشيشة والزعل والحقد. بدي أزبط من نفسي وأكل أكل غذاء صحي، وأعمل رياضة صحية، وأعمل صحبة صحية، وأحب كل الناس. هاي نيتي، هاي هدفي. وبدي أجمع 500,000,000,000,000 عشان أوزعهم للناس. هاي نيتي، هاي أهدافي. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، مش معناته إنه والله نيتي كويسة خلص ما أسوي شيء، لا بالعكس، أنا بدي أساوي، بدي أزبط. ونجاحكم هو نجاح لإلي في الدنيا والآخرة. بدعي لكم إن الله يجيبكم كل أنواع الخير والرزق والنجاح والفرح إلكم ولكل حبايبكم دنيا وآخرة قبل ما يجيبوا إلي. وأتذكر دائما إنه في القرآن الكريم، في كل كتب السماوية، ربنا بيتفضل إن الذين آمنوا وعملوا صالحا فلهم جنات تجري من تحتها أنهار. منزيد من إيماننا، نزيد من أعمالنا الصالحة. فأنا هلا حقرأ دعاء، الدعاء هو عمل صالح، الدعاء نوع من أنواع الإحسان، الدعاء نوع أنواع الصبر، الدعاء بغير القدر. هذه لجميع الناس بشفائهم من جميع الأمراض، والناس اللي راحوا أولهم والدي محمد مهدي يكسر، وكل الناس اللي راحوا على اختلاف مذاهبهم وأديانهم وجنسياتهم وشو ما كانوا، إنه الله يرقيهم أعلى جنات الخلد والفردوس. أنت تريد، أنا أريد، والله يفعل ما يشاء ويحكم مريد. أنت تظن تعرف حقيقة وأنا أظن أعرف حقيقة، والحقيقة عند ربنا. نحترم بعض باختلاف الأهداف والأساليب والأديان والمذاهب وكل شيء. يا إلهي، هذا عبدك وابن عبدك الذي آمن بك وبآياتك وتوجه إليك منقطعا عن ما سواك، إنك أنت أرحم الراحمين. أسألك يا غفار الذنوب وستار العيوب بأن تعمل به ما ينبغي للسماء جودك وبحر إفضالك، وتدخله في جواي رحمتك الكبرى التي سبقت الأرض والسماء. لا إله إلا أنت الغفور الكريم. يا إلهي، اسمك الشفائي، وذكرك دوائي، وقربك رجائي، وحبك مؤنسي، ورحمتك طبيبي ومعيني في الدنيا والآخرة، وأنك أنت المعطي العليم الحكيم. يا إلهي، هذا عبدك وابن عبدك الذي آمن بك وبآياتك وتوجه إليك منقطعا عن سواك، إنك أنت أرحم الراحمين. أسألك يا غفار الذنوب وستار العيوب بأن تعمل به ما ينبغي لسماء جودك وبحر أفضالك، وتدخله في جواي رحمتك الكبرى التي سبقت الأرض والسماء. لا إله إلا أنت الغفور الكريم. سلم بيديك وقلبكم، اللهم استعان، اللهم استغاث، أعبد ربك حتى أتيك اليقين. حنسلم ربنا في كل شيء، أكيد إحنا هنعمل علينا والباقي على ربنا. لا تطلب مني ما لا نحبه لنفسك، ثم ارضى بما قضينا لوجهك، لأن ما ينفعك هذا أن تكون به راضي. يا ابن الروح، في أول القول املك قلبا جيدا حسنا مديرا لتملك ملكا دائما باقيا أزلا قديما. اللهم استعان، اللهم استغاث، اللهم استعان، اللهم استغاث. نتذكر كمان أنه قلنا أكبر وأعظم، أبهى، أعلى مشروع ونجاح وفرح وتوفيق، وأكبر نعمة وأكبر حلم أنه نحصل على حب الله ورضاه. كيف؟ أول شيء نضبط النية، إنما الأعمال بالنيات لكل امرئ ما نوى. وبعدين نقول إنه نحسن، إن الله يحب المحسنين. إحسان بنية حسنة، بنية صادقة، قلب نبيل، نية طاهرة. الإحسان
نحسن للناس، نصبر على الأوضاع الصعبة، نتطهر، نكون من المتقين، نظبط أخلاقنا، وأولهم أنا طبعاً، أنا لازم أظبط أخلاقي، أنا أكثر واحد لازم أظبط من أخلاقي. نرحم جميع عوالم الوجود، أدنى مراتب الوجود من المخلوقات والجماد، قلنا الوطن، الأرض، السماء، الأرض، الذهب، داخل الأرض، ما في داخل الأرض من ذهب ومجوهرات، هذا كلها جماد. بعدين بيجي عالم اللي بعده هو عالم النبات، بعدين عالم اللي بعده عالم الحيوان، أذكى واحد في الحيوان ما حيوصل لعالم الإنسان. إنسان ربنا شرفنا، إحنا أشرف المخلوقات، نفخ فينا من روحه، جعلنا خليفته على الأرض، خلقنا في أحسن تقويم، في أحسن تكوين. فإحنا لازم نتصف بالصفات الأخلاقية. أنت تريد، أنا أريد، والله يفعل ما يشاء يحكم ما يريد، بس هو أكيد بده يانا إحنا نتحلى بالأخلاق. قدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم، هو كان يساعد اليهود مع أنهم كانوا يؤذوه، فإحنا كمان لازم نساعد كل الناس. أول شيء نساعد نفسنا. رأس الهمة هو إنفاق المرء على نفسه وعلى أهله والفقراء من إخوته في دينه. الله يحفظكم جميعاً.